العهد المكي. أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما رأى المشركون صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع الناس حوله آذوهم أشد الإيذاء. ومن صور أذيتهم لهم إشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه ساحر لينفر الناس منه ويخافوه. إشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه مجنون ليسفهه الناس. إشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كاذب. ويدحض ذلك أنه كان قد عرف بينهم بالأمين لصدقه وأمانته. السخرية به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. إثارة الشغب والضوضاء إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس ليصدوهم عن استماع الوحي وما يأتي به من الحق. استقبال من أتى من خارج مكة للعمرة أو الحج أو غيرهما وتحذيره من النبي صلى الله عليه وسلم. أذيته في جسده صلى الله عليه وسلم كما فعل عقبة بن أبي معيط إذ جذبه مرة من ثوبه حتى كاد يخنقه حتى رده عنه أبو بكر رضي الله عنهم وألقى عليه سلا جزور حتى رفعته عنه ابنته فاطمة رضي الله عنها. محاولة قتله صلى الله عليه وسلم إذ عرضوا على عمه أبي طالب أن يبدلوه إياه بعمار بن الوليد ويقتلوه، وأرادوا قتله كذلك عند إرادته صلى الله عليه وسلم الهجرة. تعذيب من استضعفوه من المؤمنين وشدة أذيتهم كما كانوا يضعون الحجر على بطن بلال وكما فعلوا بآل عمار بن ياسر رضي الله عنهم وغيرهم. إسلام حمزة وعمر. في السنة السادسة من البعثة أسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان يسمى أعز قريش، فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتقوى المؤمنون بهما وامتنعوا من قريش. شعب أبي طالب. اشتد أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصروه وأهل بيته في شعب أبي طالب 3 سنين. وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فنال الكفار منه صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، وخرج من الحصر وله 49 سنة. وفاة أبي طالب وخديجة. وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة. ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له. خروجه إلى الطائف. خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف هو وزيد بن حارثة رضي الله عنه يدعو إلى الله تعالى، وأقام بها أياما فلم يجيبوه، وآذوه وأخرجوه، ورجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. إسلام عداس. في طريق رجوعه صلى الله عليه وسلم لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه. إيمان الجن. وفي طريقه صلى الله عليه وسلم أيضا بموضع يقال له نخلة، صرف إليه نفر من الجن 7 من أهل نصيبين، فاستمعوا القرآن وأسلموا. الإذن في الهجرة.
أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين، أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم، فآووهم ونصروهم وفشى الإسلام بالمدينة. ثم أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وله إذ ذاك 53 سنة، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي. فدخل غار ثور هو وأبو بكر، فأقاما فيه ثلاثا، ثم سلكا طريق الساحل. دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة. لما انتهى صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المدينة، وذلك يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، فأقام عندهم 14 يوما، أول مسجد في الإسلام. وأسس صلى الله عليه وسلم مسجد قباء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء كعمرة. الإسراء والمعراج. ثم أسري بروحه صلى الله عليه وسلم وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات. عرضه صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل. أقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى، ويعرض نفسه عليهم في كل مسجد موسم أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم يستجب له قبيلة، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. فانتهى إلى نفر منهم 6، فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار رضي الله عنهم وبيعة العقبة. البيعة الأولى. ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم 5 من الـ6 الأولين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء الواردة في سورة الممتحنة عند العقبة، ثم انصرفوا إلى المدينة. البيعة الثانية. فقدم عليه صلى الله عليه وسلم في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم، فترحل هو وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا. الهجرة إلى الحبشة. لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. الهجرة الأولى.
هاجر فيها 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، ثم بلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كاذبا، فرجعوا إلى مكة، فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان، رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الهجرة الثانية، خرج فيها 380 رجلا 18 امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم. اليهود، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورآه اليهود، علموا أنه رسول الله حقا، وأنه الذي كان يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ومع ذلك لم يسلم منهم إلا نفر قليل، منهم عالمهم وحبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وودع النبي صلى الله عليه وسلم قبائل اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. تحويل القبلة، بعد فرض الصلاة في المعراج كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وكان يود أن تحول قبلته إلى الكعبة، فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، فأنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. في السنة الثانية للهجرة، فغير صلى الله عليه وسلم قبلته إلى الكعبة. أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، نزل عليه 5 آيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مراتب دعوته صلى الله عليه وسلم: أولا النبوة، ثانيا إنذار عشيرته الأقربين، ثالثا إنذار قومه، رابعا إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، خامسا إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم: أولا الدعوة السرية، ودامت 3 سنين أول البعثة. ثانيا الدعوة الجهرية، لما أمر بذلك: فاصدع بما تؤمر. أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من الرجال: أبو بكر الصديق، من النساء: خديجة بنت خويلد، من الصبيان: علي بن أبي طالب، من الموالي: زيد بن حارثة، من العبيد: بلال بن رباح الحبشي. بعض السابقين من أوائل من آمن به صلى الله عليه وسلم بعد من ذكرنا: أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وخباب بن الأرط، وصهيب الرومي،
وعمار بن ياسر، وأمه سمية، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعثمان بن مضعون، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وعتبة بن غزوان رضي الله عنهم أجمعين. بداية الوحي. لما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة، أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه الله تعالى برسالته في يوم الاثنين. نبوته صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العز بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقا أن توفي وفتر الوحي. قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركب صلى الله عليه وسلم ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة، فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة.
فبركت عند مسجده اليوم، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم بالجريد واللبن، ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربها إليه مسكن عائشة رضي الله عنها. ثم تحول صلى الله عليه وسلم بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب رضي الله عنه إليها. المؤاخاة: بعد أن بنى صلى الله عليه وسلم المسجد آخى بين المهاجرين، وكانوا 90 رجلا، وبين الأنصار على المواساة، ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر.